السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء اليوم السبت الماضي بإنتاج أدوية خاصة بالأمراض المزمنة بأسعار مدعومة، فيما كشفت عن توجه لتحويل مدينة سامراء إلى مركز لصناعة الأدوية. وقال مدير عام الشركة عبد الحميد السالم إن الشركة ماضية في إنتاج أدوية علاج السكر والضغط والقلب ومختلف الأمراض المزمنة بهدف توفير أدوية آمنة وبأسعار مناسبة. وأضاف أن الشركة ماضية أيضا في تطوير البنايات الإنتاجية الجديدة وإنشاء بنايات ومشاريع استثمارية لغرض تأمين الأمن الدوائي وجعل مدينة سامراء مركزا لصناعة الأدوية.